السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته، تحياتكم إخواني وأهلا وسهلا بكم. يا ميت مرحبا، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، تحياتي لكم. وقبل ما أبدي بهذا الفيديو، عندنا الدورات الموسيقية لثمان محاضرات شهريا وطبعا أونلاين، ومباشرة وياي ومن خلاله نتعلم آلة العود بصورة بسيطة ومبسطة بدون وبعيدا عن التعقيد حقيقة. موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، هي ثمان محاضرات وبسعر بسيط إن شاء الله. نبدأ بأغنية ها حبيبي. طبعا ها حبيبي الفنان الكبير كان مساء أول بداية سي لا سي صار سي صار باي سي لا صار لا سي دار سي لا صار لا كورد لا صار لا فا أو كورد فا لا دولا فا لا دولا لا صار فا صار سي لا صار فا مي صار فا صار مي تاخذ فاديز فا صار لا سي لا سي لا صار فا صار هسه نعزفها بشكل مختصر. وتحياتي لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية. وتحياتي ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.